الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، فسهل لنا كل أمر عسير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة 79 من برنامج الكلمة الطيبة، ونبدأ فيها كالعادة بالفقرة الفقهية. نحن الآن في الأيام الأواخر من شهر رمضان المعظم، وهي الليالي المباركات. فهذه الليالي العشر هي أفضل ليالي العام كله، وهذه الأيام هي من أفضل الأيام وأفضل أيام الشهر، لأن أفضل أيام العام هي أيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي هي ليالي الأواخر، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. فهذه الأيام فيها من النفحات ومن الخيرات ومن الرحمات ومن العتق من النيران، وفيها بعض العبادات، منها إحياء ليلة القدر. ليلة القدر طبعا هي كما جاء في الحديث أنها في الوتر من العشر الأواخر، أي الليالي الوترية، ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29. هذه الليالي التي نص عليها الحديث. وبما أن هناك اختلاف بين البلدان، بعض البلدان بدأت الصيام في يوم الاثنين مثلا، وبعضها بدأ وثبت عنده الشهر في يوم الثلاثاء، إذن فهنا الشخص الكيس الفطن الحريص فعليه أن يغتنم جميع الأيام، لأن قد يكون ليلة مثلا 22 عنده هو تعتبر ليست من ليالي القدر، هي عند مثلا أناس آخرين أو بالبلاد أخرى هي ليلة 23، فعليه أن يغتنم هذه الأيام، هي كلها عشرة أيام قد مضى نصفها. فعلى الإنسان أن لا يفرط في هذه الأيام المباركة. رب العزة قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. ألف شهر تساوي 83 سنة وأشهر، يعني ليلة واحدة وساعات. بل قال بعض التابعين من صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة وصلى التراويح، يعني حصل على نصيبه في هذه الليلة. والأفضل أن يحييها الإنسان كاملة إذا كان ما عندهش يعني أمور أخرى أهم. طبعا دائما نقدم الواجبات على المندوبات، أما أن الإنسان يضيع الليل في الحديد والكلام الذي ليس فيه فائدة، وحين يكون غيبة ونميمة وحرام، أو التفرج على المسلسلات أو المباريات، هكذا هم التجار في هذا الشهر.
مع أنه شهر الرحمة ما عادهم يعني يفعلون كل ما بجهدهم لأن يسموه الموسم. فكيف بالمؤمن؟ للأسف تجد جميع الأمور الأخرى، تجد أصحاب المسلسلات، أصحاب المسابقات، أصحاب المباريات، كل الأمور الدنيوية، المتاجر والدنيا كلهم يجتهدون في شهر رمضان لكي يستفيدوا المغانم الدريهمات القليلة. تجد المؤمن الذي هو رب العزة وعده بالمغفرة وبالعتق من النار وبتكفير السيئات الماضية، وأن يعني السلف الصالح كما سمعنا مرارا كانوا 6 أشهر يطلبون أن يبلغوا رمضان، يقولون اللهم بلغنا رمضان بما فيه من الخيرات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لو علمت أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت السنة كلها رمضان. تجد المؤمن بدل من يستفيد من هذه السويعات القليلة تجده يضيعها، وهكذا يعني في أمور تضيع له هذا الأجر العظيم. جاء في فضلها أيضا، أي فضل ليلة القدر، قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالتواب وبفضلها وبعظمتها وبقدرها عند الله، واحتسابا أي يحتسب الأجر من الله، لا يقومها رياء ولا سمعة ولا لكي يعني يثني عليه الناس، ولكن إخلاصا لله تعالى. من قامها مؤمن بفضلها ومحتسبا الأجر من الله كانت فيها مغفرة للذنوب المتقدمة. انظر يعني هذا الشرف الذي ما بعده شرف. وكان صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وخير الخلق وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، مع هذا كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين قالت عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر يعني من رمضان أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، أخرجه البخاري. أحيا الليل كله، بناية عن قيام الليل كله، بعث فيه الحياة. وأيقظ أهله أي أيضا أمر أهله باغتنام هذه الأيام، وشد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد، وكناية أيضا عن الابتعاد عن النساء في هذه الأيام، لأن هذه الأيام فرصة لا تعوض. فإذا كان هذا رسول الله فنحن أولى وأحرى بأن نتبع سنته، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه الفضائل وهذه النفحات. قال العلماء أحيا الليل بالطاعة وأحيا نفسه بسهري فيه، لأن النوم أخو الموت. جاء في الحديث أيضا أروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. الشقي اللهم عافنا هو الذي يحرم الرحمة في هذا الشهر، لأن أبواب الرحمة والخيرات والعتق بشكل لا يوصف. فإذا كان حرم شخص من هذه الرحمة دل ذلك على أنه شقي شقاوة شديدة، وإلا المؤمن الذي ولو يأخذ بشيء يأتي بالفرائض يبتعد عن المحرمات ويأتي ولو بشيء بسيط من النوافل تشمله هذه الرحمة وهذه المغفرة. يجب على المؤمن أن يغتنم هذه الأيام، ولا زالت هناك فرصة 5 أيام فيها ليلة 25 هي الليلة، وليلة 27 وأيضا الليالي الأخرى كما ذكرت، لأنها عند بعض البلدان تعتبر من الليالي الوترية. فهذه الأيام يعني، والقول كثير عند الصحابة أنها ليلة 27، ولكن الرأي الراجح أنها تنتقل في الليالي الوترية، لأنها ذات مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21 وهكذا. والحكمة من إخفائها أن يجتهد الناس في طلبها، ولكي يجدوا في الطاعة طمعا في إدراكها، كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة. هناك ساعة يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكي يجتهد الناس والمؤمنون في الطاعة في سائر اليوم، وهذا كله فيه فائدة لهم. كذلك ليلة القدر يجتهدوا في العشر الأواخر يتحصلون على الأجر العظيم ويتحصلون على ليلة القدر. أما لو حددت لكان اجتهاد الناس في تلك الليلة فقط وتركوا باقي الليالي. هذه أشياء رب العزة أخفاها لحكمة ولمصلحة المؤمن،
أخفى اسمه الأعظم في أسمائه، وهذا لكي نتوسل إلى الله بجميع أسماء الحسنى، أخفى رضاه في الحسنات أو في الطاعات. أنت لا تدري الطاعة التي إذا فعلتها رضي الله عنك رضاء لا سخط بعده. فلهذا المؤمن ماذا يحرص على أن يأتي بجميع الطاعات، سواء كانت الطاعات الكبيرة أو حتى الطاعات الدقيقة، لأنه لا يدري لعل تلك الطاعة هي التي فيها الرضاء الكامل. فذلك أخفى سخطه، اللهم عافنا وأجرنا في المعاصي. لا يدري المؤمن ما هي المعصية التي تجلب سخط الله، فيبتعد عن جميع المعاصي صغيرها وكبيرها. هكذا المؤمن دائما. وأحياء هذه الليلة كما ذكرت، بداية بالصلاة، صلوات النفل، بالقيام الليل، بالتهجد، بتلاوة القرآن، بالتسبيح بأنواع الأذكار كلها، التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أيضا لا ننسى ببر الوالدين، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الجار، بقضاء الحوائج. كل هذا من الأعمال التي فيها الأجر العظيم. فقط المؤمن يستحضر النية الطيبة، ويعني بإذن الله لا يفوتنا التواب. طبعا الدعاء المستحب المشهور، وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء يجب على المؤمن أن يلزمه في هذه الليالي ويكثر منه. وأعظم شيء هو العفو. دائما رسول الله يأمرنا وينصحنا ويرشدنا، يقول: سلوا الله العفو والعافية. فما أعطي عبد بعد العافية من شيء أعظم يعني من الإيمان. العافية، العافية دي كلمة عامة شاملة. العافية في الدين، العافية في الدنيا، العافية في الأهل، العافية في الجوارح، العافية في كل شيء. الإنسان يطلب العافية في البلاد، في المسلمين. قل: اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. فهذا بعض ما جاء في فضل ليلة القدر، أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني. كذلك من العبادات التي تكون في آخر رمضان زكاة الفطر. زكاة الفطر أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وهذه السنة كان فيها فرضية صوم رمضان، ثم في رمضان يعني صار فرضية زكاة الفطر، وأيضا فرضية أو مشروعية زكاة الأموال. وذلك كان فيها في هذه السنة مشروعية الأضحية. ففي كثير من الشرائع الإسلامية شرعت في هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة، التي كانت فيها أيضا غزوة وموقعة بدر الكبرى. جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا الأصل في مشروعية زكاة الفطر. وفي بعض الروايات: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يعني هذه الزكاة فيها تطهير لما فعله الصائم من مخالفات، من كلام لا يليق أو كلام عن أمور الجماع أو غيره في نهار رمضان. فهذه تكفير لهذه الذنوب، وأيضا فيها إطعام للمساكين. وذكر رسول الله العلة التي شرعت لأجلها، فقال: أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، يوم العيد الشرع الشريف، لا يريد أحد أن يكون أحد حزينا. فالفقير يعطى من الزكاة بحيث يكون جميع المسلمين مسرورين بهذا اليوم العظيم وهذا العيد العظيم. وهي تجب بدخول الفجر من يوم العيد، ولكن أجاز العلماء أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما من لم يخرجها حتى
صلى العيد فلا زالت في ذمته، عليه أن يخرجها وتعتبر قضاء وبإذن الله يتاب عليها، ولكن على الإنسان أن يهتم ويخرجها قبل صلاة العيد. ومقدارها كما سمعنا في الحديث صاع، والصاع 4 أمداد لمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مد الكفين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين. الآن بالمقادير المعاصرة الصاع يساوي 2.25 كيلو، فالمد اللي هو قسم على 4 يطلع تقريبا 725 جرام. لكن نحن الآن نتكلم عن زكاة الفطر فهي صاع اللي هو 2.25 كيلو من غالب قوت البلد، وتعطى للفقير ليس كزكاة المال، تعطى للفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الأصناف 8 المذكورة في الآية. أما زكاة الفطر فتعطى للفقير أو المسكين فقط، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية. كل من تلزم نفقته تلزمه مثلا، يجب عليه أن ينفق على أبنائه هكذا الذين معه في البيت، يخرج عنهم زكاة الفطر سواء كان ذكور أو إناث، كذلك والديه الفقيرين، كذلك زوجته يخرج عنها زكاة الفطر، كذلك إن كان والده عند زوجتين يخرج عن أمه وعن زوجة أبيه الأخرى إن كانوا يعني فقراء. فكل من تلزمه نفقته تجب عليه النفقة فيخرج عنه زكاة الفطر. كذلك من المسائل أن بعض الناس عند شخص مسافر فيقول هل أخرج عنه، فهنا قالوا احتياطا يخرج عنه. الآن أصبحت فيه وسائل اتصال، فإن كان هو المسافر أخرجها عن نفسه في محل سفره فأجزأته، وإلا لم يعلم أهله هل أخرج أو لم يخرج فهنا يخرجونها عنه، لأن أحيانا هو يعتقد أنهم سيخرجونها عنه فلا يخرجها، فهنا يخرجونها احتياطا. ولو كان اتضح أنه قد أخرجها فتعتبر صدقة والأجر عند الله. وإن كان شخص فقير جدا ولا عنده إمكانية أن يخرج يعني عن العائلة بالكامل وعنده مبلغ بسيط فلا يعني يمتنع عن الإخراج، ولكن يبدأ بنفسه يخرجها عن نفسه ثم زوجته ثم والديه ثم أولاده، هكذا الترتيب، يخرج عن نفسه عندما زال مبلغ يقدر يطلعه يخرج عن زوجته، عندما زال يخرج عن والديه الفقيرين إن كانوا في نفقته ينفق عليهم، كان مازال عنده يخرج عن أولاده لوين يقدر يوصل، يعني لا يمتنع نهائيا مدام مثلا يقول أنا ما عنديش المبلغ بالكامل، لا يخرج عمن يستطيع أن يخرج عنه ويبدأ بنفسه كما ذكرت. هنا مسألة أيضا دائما يحدث الجدال حولها، وهي هل الإخراج لابد أن يكون بالقمح أو الشعير أو التمر أو الأرز، وأنه يجوز الإخراج بالقيمة. هذه مسألة يعني حدثت من أيام الصحابة والتابعين وأجازوا إخراج القيمة، خاصة إذا كانت القيمة في مصلحة الفقير، مع أن في زمانهم كان الناس محتاجين للطعام، ولهذا رسول الله لما أمرهم وذكر لهم التمر أو الشعير هذا قال العلماء لرفع الحرج، لأن هذا كان متوفر عندهم في بيوتهم التمر بكثرة والشعير، فهو بيخرج مما في بيته لم يطالبهم بالدراهم مثلا، لأن بيضطر يبيع ذلك التمر ويأتي بالدراهم وفي حرج وفي مشقة، بعكس زماننا الآن المتوفر هو النقود. لهذا نص على أمرين التمر والشعير. الصحابة أتوا بأشياء أخرى، أتوا بالزبيب، أتوا بالسلت، أتوا بالأقط وهو نوع من الجبن المجفف، وقبيلها صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أنا قلت لكم التمر أو الشعير فقط، قبيلها لأن الأمر فيه تيسير وتسهيل ليس فيه تشدد. قبل منهم أيضا البر صلى الله عليه وسلم ولم يرده عليهم. لهذا قال العلماء الآن قياسا على هذه الأصناف 9 أصناف، هي القمح والشعير والزبيب والسلت وهو نوع من الشعير
والتمر والأرز والدخن والذرة والأقط، هذه الأصناف اللي فيها يعني قياسا على ما أخرجه الصحابة. وكما ذكرت هناك كثير من العلماء أجازوا إخراج القيمة، ويعتبر هذا أيضا سنة لأن فعله الصحابة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يجوز لكم إخراج غيره. ولهذا من الأئمة منهم الحسن البصري أئمة التابعين قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر، وذلك أبو إسحاق السبيعي أيضا من الأئمة الكبار قال أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام. أيضا يروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان هو أمير المؤمنين أرسل رسالة عن زكاة الفطر يقول فيها نصف صاع عن كل إنسان أو قيمة نصف درهم. وذلك من الأئمة الإمام الثوري وإسحاق بن راهويه شيخ الإمام أحمد والإمام أبو ثور أيضا ذكر هذا. ابن تيمية قال إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما مفهوم كلامه للحاجة للمصلحة الراجحة فهو جائز. أيضا رواية عن الإمام أحمد مروي هذا أيضا عن الصحابة منهم سيدنا عمر بن الخطاب وابنه سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وسيدنا معاذ بن جبل وطاووس، هذا من أئمة التابعين، كل هؤلاء يقولون بجواز إخراج القيمة وأنها أيضا تطبيق للسنة. هل هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون والأئمة الكبار كلهم لا يعرفون السنة، ونحن الآن في عصر أكل الحرام والدولار والشبهات والربا نعرف السنة أفضل منهم؟ لذلك عند الإمام الطبري وهو من أئمة تابع التابعين أن عنده إخراج القيمة أفضل. لذلك الحديث المشهور في البخاري الذي عن سيدنا معاذ أنه أخذ من أهل اليمن أخذ منهم القيمة في زكاة المال وهي أهم من زكاة الفطر، أخذ القيمة قال لهم ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هكذا الفقه، أنت تريد مصلحة الفقير تطبيقا لقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن ذل السؤال. نحن الآن خاصة يعني في بلادنا ليبيا وفي المدينة طرابلس وغيرها الناس ليس محتاجين للطعام ولله الحمد، ليس هناك جائع أبدا، لا يتركه جيرانها وغيرها، لكن الشخص الفقير محتاج أن يشتري ثياب العيد لأبنائه، محتاج أن يفرحهم في هذا اليوم، فهو محتاج إلى النقود أولى. أما أن تعطيه الطعام وهو ليس بحاجة إليه وهو سيبحث كيف يبيعه وأحيانا يخسر فيه إذا تحصل من يشتري منه، فهنا أنت لم تراعي مصلحة الفقير. هل يعقل أنت تأكل الحلويات الفاخرة ويلبس أطفالك الثياب الجديدة وجارك الفقير تعطيه قمح وشعير وأرز؟ هل يعقل هذا؟ نحن ديننا صحيح بالنقل، ولكن أيضا رب العزة شرفنا بالعقل، وما دام الأمر موجود يعني ليس محدث ليس حديث وإنما هو موجود من أيام الصحابة فهم قدوتنا رضي الله عنهم. فللأسف أنا أطلت في هذا الكلام لأن سبب يعني فتنة بين الناس ومشاكل ونقاشات وخصومات في العشر الأواخر التي يجب أن يغتنمها الإنسان في طاعة الله، وهكذا يشغلنا الشيطان، مع أن الشياطين المردة مصفدة في شهر رمضان، ولكن هناك الشياطين الصغار قال العلماء لأن جاء نص الحديث بالمردة وهم كبار الشياطين، وهناك النفس الأمارة بالسوء، فهي التي تشغل الناس عن طاعة الله بهذه المهاترات وهذه النقاشات التي لا طائل حولها. فهذا يعني بعض ملخص الكلام، بعض أحكام زكاة الفطر، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والله ورسوله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الأعزاء، هذا نداء الطوارئ، تنطلق الصفارة الإنذار في جميع أنحاء الغزة الآن
لقد فقد الكثيرون حياتهم الآن أو أصيبوا بجروح ما تصاعد الصراع الأخير. هؤلاء الناس هم إخواننا وأخواتنا وقد عانوا منذ عقود، ويوجد الصعوبة في إنقاذهم بسبب هذا الحصار. المنظمة ماسيتي هيومانيتي الحمد لله موجودة الآن في قطاع غزة في فلسطين لتوزيع المساعدات الإنسانية وكذلك لإنقاذ حياتهم في معظم مناطق القطاع غزة. نتذكر أن هناك 2 مليون شخص محصورين في هذه المنطقة تبلغ مساحتها 365 كيلومتر مربعة، حيث لا يدخل ولا يخرج سوى القليل. فقط تخيل أنك تعيش هكذا. المنظمة رحمة الإنسانية ماسيتي هيومانيتي الآن تساعد أهل غزة، ويمكنك إطعامهم مقابل 100 جنيه استرليني فقط. سبحان الله، توفر لهم جميع المواد الغذائية الضرورية بكميات كبيرة ولله الحمد. وكيف يمكننا أن نأكل بينما إخواننا وأخواتنا المسلمين جائعون؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. شعارنا هنا في ماسيتي هيومانيتي أن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا له من عمل عند الله كبير كونك تساهم بإطعام المحتاجين وإنقاذ أرواحهم كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرجاء تبرؤ أدناه فهم يحتاجوننا. وفقكم الله وإياكم لكل خير وجزاكم الله خيرا. في الفقرة الثانية، فقرة الوعظ والإرشاد، ذكرنا ولا زلنا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتوقفنا في الوصف أو الصنف الخامس، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فعلماء قالوا المنصب هو النسب والشرف والرفعة في الدنيا، فإذا اجتمع مع الجمال فقد كمل الأمر وقوية الرغبة، خاصة يعني هي الطالبة والداعية لنفسها. هنا يعني لابد يكون في إيمان قوي جدا حتى يستعصم الإنسان ويفر، وأحيانا ولو كانت امرأة حتى ليست لها شرف مثلا وليس لها مكانة ولا نسب، ولكن تطلب من الرجل هذا الأمر، فهو والعياذ بالله إذا يعني تبع شهوته جر معها إلى الحرام. فباك لما تكون فيها جميع الصفات التي تجعل المرأة مرغوبة من النسب الشريف ومن الجمال وهي التي تطلب ذلك، هنا إذا استعصم دل ذلك على إيمان قوي وعلى أنه قدم خوف الله تعالى على هوى النفس، وصاحبه داخل في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا طبعا أول أو يعني المشهور حدث له هو سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كيف أدعته امرأة العزيز وهي امرأة الحاكم وكانت ذات جمال وأموال. طبعا نبي ورسول هو يعني معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن العبرة بالشخص المؤمن العادي الذي يستعصم هو والذي يعتصم بدين الله. قال أحد التابعين: من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره. المكاره اللي هو وقت البرد الشديد، والإنسان يسبغ الوضوء أنا يتحمل شدة البرد في سبيل أن يكون الوضوء كاملا. ومن صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. يعني هذا لم تدعه هي إلى الحرام، ولكن موقف أن كان مختلي بامرأة وكان يستطيع ممكن أن يفعل ما يريد، ولكن دعا ترك ذلك الأمر لله، هذا يدل على صدق الإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه
والمال مع الجمال، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء. ولما دعته إلى نفسها كما في بعض الروايات أو عرضت نفسها عليه، فدعته إلى الفاحشة ولكنه استعصم. والصبر عنها لخوف الله تعالى مع ما جمعت من هذه الأوصاف، هذا يعتبر من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. فرتب الله عليه أن يظله في ظله وهو ظل العرش يوم القيامة كما تكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. ولكن يشترط في هذا الأجر العظيم أنه منعه من ذلك خوف الله تعالى، لم يمنعه شيء آخر، إما أنه يعني ما عندهاش رغبة في النساء، أو أنه ليس بقادر على أن يقرب النساء، أو أن يخشى أن يأتي شخص أو يأتي أحد يعني خشية من الفضيحة. هي هذه الأمور ما دام فيها ابتعاد عن الفاحشة أيضا فيها أجر وفيها السلامة وله الأجر العظيم، ولكن الأجر الذي هو أن يستظل في ظل العرش مرتب على أنه رجل كامل الشهوة وعنده رغبة شديدة وهكذا، وهي فيها هذه الصفات، وترك كل ذلك لا لشيء إلا خوف الله تعالى. لم يقل يعني أخشى أن يطلع علينا أحد، لم يقل لا رغبة لي في الجماع، ولكن قال إني أخاف الله. ورب العزة يعني مطلع على القلوب. هذا الذي له هذا الأجر وهو أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال عفته. كذلك قوله إني أخاف الله في موعظة لها، لعل تتحرك فيها، يتحرك الضمير، تنزجر. لما شخص رجل، في العادة الرجل لما تدعوه المرأة لهذا الشيء يعني يسرع إلى هذا الأمر، فهو اللي عنده الشهوة والرغبة مع هذا قال أني أخاف الله. هنا أحيانا يحرك فيها الخوف من الله وفيها موعظة فترجع عن غيها. والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه لكي يزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها. الصنف السادس الذي يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هنا إخفاء الصدقة، ومع أن جاء قال العلماء بالنكرة بصدقة تنكير، قالوا يعني كل ما يتصدق به سواء قليل أو كثير، سواء كانت مفروضة أو مندوبة. ولكن بعض العلماء مثل الإمام النووي ذكر أن إظهار المفروضة اللي هي الزكاة أولى من إخفائها، لأن فيها تشجيع على الإنفاق وعلى الزكاة الغير وهكذا، وفيها أمر بالمعروف بطريقة فعلية عملية. لكن الصدقات اللي هي صدقات التطوع هذه هي التي يستحب إخفاؤها كما جاء في الحديث، وهو اجتهد في إخفائها غاية الاجتهاد حتى لم يعلم به إلا الله تعالى. من باب المبالغة ذكر رسول الله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، المقصود به المبالغة في إخفاء الصدقة. وهذا دليل أيضا على قوة الإيمان، وأن المؤمن يكتفي باطلاع الله تعالى عليه، هو تصدق ولا يريد إلا وجه الله وإلا ابتغاء مرضات الله، ولا يريد إقبال الناس ولا غيرهم، فيخفي صدقته ويجعلها بينه وبين الله. وفيه مخالفة للهوى ومجاهدة للنفس، لأن النفس تحب إظهار الصدقة وتحب التمدح بها عند الخلق. يحتاج إلى إخفاء صدقة إلى قوة شديدة تخالف هوى النفس، وطبعا هذا يستلزم منا عدم الرياء، وهنا أيضا لا ننسى عدم السمعة. السمعة بعض الناس يفعل أمر ولكن بينه وبين الله، لكن يأتي بعد ذلك ويتحدث به ويسمع غيره، والله تصدقت أنا بالمبلغ الفلاني، والله البارح ما جانيش النوم فقمت وصليت ركعات. هذه تسمى السمعة، هذه السمعة تضيع الأجر كالرياء تماما. جاء في الحديث من سمع
سمع الله به يوم القيامة والعياذ بالله. رب العزة يجازيه بنفس عمله، يسمع به بمعنى يفضحه على رؤوس الخلائق. مش أنت تريد إظهار الحسنات، إذن سنظهر لك السيئات، وإلا إذا شملنا الله وإياه بالرحمة فالإنسان ردباله يعني من السمعة. لذلك قال العلماء من تمام المعروف تعجيله وتقليله وستره. إنسان لما يعطي معروف، يسدي معروف لأي شخص، سواء صدقة أو إعانة أو هدية أو أعانه في أمر ما ماديا أو معنويا، فمن تمام المعروف أولا تعجيله. إن كان يعني تريد أن تعطي لشخص مثلا معاونة أو هدية أو غيره أو هبة، تعجلها له تعجيله، خاصة إذا وعدته بها، تعجيله وتقليله. ما معنى تقليله؟ معنى تنظر أنت، تنظر إليه أنه قليل مهما كان كثيرا. ما معنى تقليله؟ أنك تعطي شيء قليل، لا، معناه أن تنظر له في عينك يكون قليلا مهما أعطيته ومهما أكثرت له، ولكن تعتقد أنه قليل. لماذا؟ أنك تعامل المولى سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ستره، أنك أنت تستر ذلك الأمر، تجعله بينك وبين ذلك الشخص، وتطلب فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. بل أن بعض السلف الصالح كان حتى الصدقة يضعها أمام بيت الفقير ولا يري حتى وجهه، حتى لكي لا يعرف من أعطاه هذه الصدقة، حتى لكي لا يعني يمدحه، لا يثني عليه، أو لا يحتسبها أنها يعني نقول احنا جميل، ويبدأ ديما كل ما يلتقي به يثني عليه أو أن يستحي منه، فمن هنا يعطيه حيث لا يعرفه أبدا أنه أعطاه. كما يحكى عن سيدنا زين العابدين علي بن الحسين ابن سيدنا علي، هو جده سيدنا علي بن أبي طالب، جده النبي صلى الله عليه وسلم، يلقب بالسجاد. كان يعني يأتي بالصدقات ويضعها أمام أبواب الفقراء، ويطرق الباب ويذهب، فيخرجون يجدون الطعام والخيرات ولا يعرفون من يعطيهم. متى علموا بذلك؟ عندما توفي، عندما توفي وأراد المغسل أن يغسله، وجدوا على كتفه أثار تلك التي كان يحملها على ظهره الأطعمة وغيرها، فأثرت على ظهره فعلا كالأثر. وتلك الليلة جميع الفقراء لم يطرق عليهم أحد الباب ولم يعطهم الطعام، فلما تحدثوا فيما بينهم علموا أنه هو الذي كان يصنع ذلك إخلاصا واحتسابا لوجه الله تعالى، لأنه الذي مات في ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في فضل الصدقة أيضا الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وجاء أيضا في حديث آخر فجاءت صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا عن وجهه. أن بداية الحديث رسول الله رأى رؤيا فقال رأيت البريحة عجبا، ورأى مجموعة أصناف من ضمنها رأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار عن وجهه، النار تلفح لوجهه. قال فجاءت صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا عن وجهه. وكما ذكرت كما قال العلماء أن هذا كلها في صدقة التطوع، لأن السر فيها أفضل، لأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. أما الزكاة الواجبة قال العلماء إعلانها أفضل، وهكذا أيضا الصلاة، صلاة الفرائض إنسان يصليها في المسجد في الجماعة أفضل، أما النوافل فيسر فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هي المفروضة. وجاء في فضل الصدقة قوله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا البلاء بالتضرع والدعاء. قال العلماء إلا إذا كان إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، يعني مثلا شخص يعلم أنه لو أظهر الصدقة هناك أناس سيقتدون به وسيعطون لهذا الفقير وغيره، فهنا يظهرها بنية أن يقتدي به الغير ويخلص عمله نيته لله. ويدل على هذا ما روي عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
من صدر النهار فجاء قوم حفاة عراة مجتبين نمار عليهم سيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لما رأى منهم من الفاقة قال فدخل فأمر بلالا فأذن ثم أقام فخرج فصلى ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يعني الآيات الأولى من سورة النساء ثم قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رسول الله يعظهم بالآيات القرآنية من سورة الحشر ثم قال صلى الله عليه وسلم يتصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه ومن صاع بره ومن صاع شعيره حتى ذكر شق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت تعجز كفاه بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من الثياب والطعام فلقد رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها وأجر من يعمل بها من بعده ومن سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده يعني هذا الرجل من الأنصار الذي هو أول واحد جاء بتلك السرة فيعتبر كأنه شجع الباقين فرتب ذلك عليه رسول الله التواب أنه يعني له أجر أيضا من اتبعه واقتدى به وهذه بفضل الصدقة لما يكون فيها مصلحة وأن في أناس يقتدون بك أما إذا كان ما فيش أناس أو ما فيش مصلحة فالأولى هو إخفاؤها الصنف السابع هو رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر وخاليا أي أنه يعني خالي لوحده ليس معه أحد وهذه أيضا مثل الأمر الذي قبله أبعد عن الرياء وأيضا قال العلماء قد يذكر الله وهو بجانب أناس ولكن يلتفت للناس بقلبه ويرجو يعني يظهر أمامهم الذكر مثلا لكي يمدحوه لكن الإنسان المؤمن حتى ولو كان في جماعة وفي أناس ولكن يذكر الله وقلبه ملتفت إلى الله لا سواه سبحانه وتعالى ففاضت عيناه بمعنى فاضت الدموع من عينيه وهكذا يعني الذكر أنه تحركت فيه مشاعر في قلبي ففاضت الدموع من عينيه وأحيانا فيض الدمع إما يكون إذا تجلى عليه أو تذكر أوصاف الجلال فيكون البكاء من خشية الله وإن تذكر أوصاف الجمال والرحمة يكون البكاء من الشوق إلى الله لذلك هناك البكاء من محبة الله البكاء كله يعني يكون لله سبحانه وتعالى أو على ما فرط في جنب الله وعلى التقصير كل هذا في الأجر العظيم جاء في حديث آخر خرجه البيهقي من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة هذا رجل يخشى الله في سره ويراقبه في خلواته أفضل الأعمال هي خشية الله في السر والعلانية وخشية الله في السر تصدر عن قوة الإيمان ومجاهدة النفس والهوى لأن الهوى يدعو في الخلوة إلى المعاصي ولهذا قيل إن من أعز الأشياء الورع في الخلوة وللحديث بقية بإذن الله تعالى والله ورسوله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل لنا فيها النصيب الأوفر فرج يا رب عن إخواننا في غزة وفلسطين انصرهم على عدوك وعدوهم ثبتهم يا مولانا وفي لنا وارحمنا تقبل منا وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.